شايف لازم نتقبل الهزيمه، نتعامل معاها بشكل منطقي وبشكل هادي. وعجبني كمان ان في رياضيين كتير جوه مجلس اداره نادي الزمالك، فهيتفهموا التعامل الرياضي مع الهزيمه ازاي، وانك تستعد بقى للخطوه اللي بعديها ازاي. ما بحبش انا التصريحات اللي هي ليها علاقه ايه باجواء انفعاليه وحد يسخنها زي ما كابتن ايمن اتكلم، وتلاقي ناس بتحاول تجرك لمنطقه سخونه. لا، انا شايف ان احنا نبقى مركزين على الهدف اللي احنا عايزينه. الحمد لله عندنا رياضيين كتير جدا في مجلس الاداره، طبعا بدايه من على راسه كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ولا مهندس هشام نصر، ولا كابتن احمد سليمان، ولا كابتن حسين السيد، كلهم ناس يعني معظمهم رياضيين. فالامور يعني ان شاء الله في معرفه ان الاداره الرياضيه تقدر تشتغلها ازاي. وشفنا بعض الحاجات ابتدت تنور كده في كل الالعاب، محتاجه وقت. قلت لكم دايما محكوم علينا ان في حته ناقصه، المره دي حته الوقت اللي ناقصانا شويه. تخيل الامور اكتملت، تخيل الامور تفضل ماشيه على التراك السريع ده وبالسرعه السريعه دي، تخيلوا ان شاء الله كمان مع مزيد من الوقت، مع مزيد من الاستقرار، مع مزيد من حل المشاكل، مع مزيد من توفير المناخ الهادي الصحي الطبيعي. دايما نحط 100 كلمه على الطبيعي. هيبقى انت شكلك عامل ازاي كفريق كره قدم هاندبول على كل الأصعدة. نادي الزمالك يستحق ده، وبإذن الله يكون على التراك الصحيح زي ما قلت لحضراتكم. وهي قصة ليها علاقة بتراكمات كتيرة جدا جدا جدا، لكن إن شاء الله نعمل اللي علينا ونستفيد في الفترة الجاية. لسه عندنا الموسم طويل، مباراة حتى لو زعلنا عليها لسه عندنا الكونفدرالية، نفوق بسرعة، عندنا بداية يعني تكملة الدوري الممتاز، عندنا ماتش الجونة خلاص بعد يعني يوم الثلاث اللي جاي، فرصة مهمة جدا جدا ان انت تلعب ماتش الجونة وان شاء الله تلعب على المكسب وتفوق لعبتك بسرعة. وده هيبقى على فكرة تحدي من نوع خاص، ان انت في يومين تقلب على طول للصفحة اللي بعديها وتبدأ تركز على الدوري عشان ما يقعش منك اكتر من كده ماتشات، والفريق كل مباراة هيزيد احسن من الاول. يعني بعد رابع مباراة رسمية ان شاء الله الخمسة هتلاقي اداء افضل، والراجل هيعرفهم اكتر ويتعرف عليهم اكتر. كمان فرصة ان انت بعد الجونة في توقف دولي، فدي هتبقى فرصة برضو مهمة جدا ان مستر جوزيه جوميز وجهازه يبدأ بقى يعيش اكتر مع الفرقة. هيبقى عنده فرصة ان يعمل ماتشات ودية كمان اكتر، غير هيبقى خمس ماتشات رسمية، هيبقى عنده فرص ان هو يتعرف على اللعيبة اكتر، يشوف مين متعور، مين نقدر نجهزه، مين يرجع له بالسلامة. هو ابتدى يحط ايده على الامكانيات واحدة واحدة، مين ياخد 90 دقيقة، مين اتنين لعيبة ما ينفعش يلعبوا جنب بعض، مين نقدر نقسم المباراة بشكل مختلف، مين يستحق انه يكون مثلا ابدأ اوصل لتشكيل امثل في البداية، اقدر استغل بقى كل الحاجات الصغيرة دي. على فكرة ما بتجيش برضو قلت لكم غير بالوقت، وان يكون المدير الفني متعايش ومتداخل قوي مع كل كبيرة وصغيرة مع التيم. وده طبعا عنصر وقت غصب عننا برضو، احد الارث او يعني الحاجات للاسف من الارث اللي احنا يعني تركة كانت مش سهلة. فواحدة واحدة تبدأ تفك العقد اللي كانت موجودة، زي ما شفنا القيد بيتفك، زي ما شفنا الصفقات بتتجاب، زي ما شفنا المستحقات بتدفع، زي ما شفنا حاجة حاجة كده عمال تسلك يعني حوالين نادي الزمالك. الحقيقة حاجات دايما محكوم عليه يبقى في ظروف غير عادية. فمش لما نوصل بقى لظروف عادية فالثلاث اربع شهور لما مش لما نوصل ليها نبدأ بقى ايه ناخد تصرفات منفعلة ولا فيها نوع من انواع العشوائيات. لا، ابني على الايجابيات وادرس السلبيات وادرس الاخطاء بهدوء، بفكر اداري رياضي، ناس متفهمه ومنتهى الهدوء ومنتهى الوعي، نعرف احنا محتاجين نشتغل في انهي اتجاه. وكلنا بندعم طبعا يعني المجموعه اللي موجوده، مجلس الاداره اللي اثبتوا لنا الحقيقه الفتره اللي فاتت ان هم يعني بيشتغلوا بمنتهى الحقيقه الاخلاص والجد، حتى لو التوفيق دلوقتي لسه يعني ما لزمناش 100%. وكمان في ظهر الجهاز الفني طبعا وكل الاجهزه الفنيه في نادي الزمالك في كل الالعاب، لكن دلوقتي بنتكلم عن كره القدم، في ظهر برضو مستر جوزيه جوميز، وعندنا ثقه في اللعيبه اللي جت واللعيبه القديمه في نادي الزمالك. فان شاء الله نتمنى لهم الفتره الجايه ان هم يفرحونا سريعا، بدايه من ماتش الجونه. صفحه اتقفلت مباراه الكاس كانت تفرق طبعا معانا كتير، لكن سبحان الله ساعات التوفيق ممكن ما بقاش معاك، طبيعي ووارد في كره القدم وتتقبله. كل الفرق الكبيره ساعات بيحصل لها دروب او هزيمه بتحصل، لكن ما بيقفلش النادي تاني يوم، ولا التصريحات السخنه ولا التصريحات الغير متزنه وغير مدروسه بتعمل اي نتيجه خالص، وشفنا من ده كتير. فايه اللي يعمل نتيجه دلوقتي؟ ان انا اتعلم، اتقبل ان حصل هزيمه، ادرس اخطائي، ابني على الايجابيات، وموجوده كتير بشهاده كل المتخصصين والفنيين، موجوده كتير جدا جدا جدا، والمؤشرات تقول كده، وعندك عناصر في منتهى التميز، ومدير فني يعني على مستوى عالي جدا جدا، وعنده خبرات في المنطقه العربيه.
فعندك حاجات كويسه تشتغل عليها باذن الله لو بمنتهى الهدوء. ساعات في وقت من الاوقات بتبقى محتاج ترجع خطوه لورا كده عشان تقفز قفزه لقدام، اللي بيقفز من مكانه مش بيجيب المسافه اللي ممكن يكون عايزها. ساعات بيجي لك كده في وقت من الاوقات غصب عنك تحتاج انك ترجع خطوه لورا عشان تاخد بيها دفعه قويه لقدام. وعايز اذكركم سريعا ان يمكن من الجيل اللي عدى بهزيمه ثقيله قبل كده في مباراه الديربي، وكانت ساعتها ممكن انديه كتير تقفل بعد النتيجة التقيلة دي، لكن على فكرة في الوقت ده مع شوية استقرار بسيط الناس اتفاجئت ان الجيل اللي يمكن مر بهزيمة تقيلة من المنافس التقليدي النادي الاهلي عرف بعديها ياخد تقريبا كل البطولات، ورجع كسب النادي الاهلي بعديها في المباراة اللي بعديها او المباراة بعديها، وبعديها خد افريقيا، وبعديها خد الدوري الموسمين ورا بعض، وخد السوبر، وكان في نقلة تانية خالص بعد القفزة اللي انت خدتها. وساعات في مباريات كده بتبقى عايزة تفوقك.